أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي السابق إيمانويل ماكرون الأربعاء ترشحه لسباق الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أيار 2017. ودعا ماكرون الشاب ابن 38 عاما ويقود حركة اسمها إلى الأمام، دعا إلى التجديد والخروج من ربقة كلاسيكية النظام السياسي. لقد شاهدت من الداخل فراغ نظامنا السياسي الذي يسبب منع غالبية الأفكار والتي تضعف الآلية السياسية. الأحزاب التقليدية والمصالح المكتسبة وهي لم تعد متابعة ولا مهتمة بالصالح العام، بل يلتفتون لمصالحهم الخاصة. مرشح آخر يخوض الانتخابات الرئاسية هو ماري لوبان زعيمة الجبهة الوطنية المتطرفة، حيث افتتحت المقر الجديد لحزبها الأربعاء بالعاصمة باريس ورفعت شعار يجمع كل الناس تحت رايتها بلون الأزرق يضم اليمين واليسار السياسي، وتتمنى أن يتكرر معها مشهد الانتخابات الأمريكية. لدينا هنا حركة عالمية وهي ترفض العولمة غير الصحيحة وترفض التدميرية الفائقة للليبرالية وتحويل الناس بعضهم ضد بعض والقضاء على مفهوم الدولة القومية. وفي معسكر يمين الوسط يترشح 7 متنافسين في الحزب الجمهوري على انتخابات أيار 2017، وأبرزهم الرئيس السابق نيكولا ساركوزي وعمدة مدينة بوردو ألان جوبي السياسي المخضرم. الانتخابات التمهيدية تنطلق الأحد، ومن يحصل على أعلى الأصوات ينتقل لجولة ثانية من الانتخابات التمهيدية في 27 نوفمبر الجاري. الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند لم يعلن حتى الآن دخوله السباق الرئاسي، ولديه من الوقت حتى كانون 1 ديسمبر المقبل. وفي حال عدم ترشحه سيدعم رئيس الوزراء الحالي مانويل فالس ليكون مرشح يسار الوساطة. وكان وزير الصناعة السابق أرنو مونتبورغ أعلن ترشحه خوض الانتخابات المقبلة عن اليسار، وانتقد ما وصفه بالسنوات الضائعة تحت حكم فرانسوا أولاند، وهو ثالث مرشح عن اليسار الاشتراكي بأجنحته المختلفة.